سلام الله عليكم أحبابنا الكرام، معكم حمادة القرشي من هذا القناة راوي ستوريز. وقبل ما نبدأ بغيت منكم طلب أخوتي، كما كتشوفوا هذه القناة الاحتياطية ديالي، كنتمنى أن كل واحد شاف الفيديو ومشترك معي هنا في القناة، كنتمنى أنكم تشتركوا عندي أيضا تماك للاحتياط فقط. ومع الوقت غادي نبقى ننزل لكم تماك فيديوهات مختلفة على هذه القناة، وأيضا القصص اللي طوال اللي كتجاوز المدة ديالهم 6 سوايع، فكنتمنى أنكم كاملين تدخلوا عندي تماك. ودابا قصتنا اليوم أو الرواية ديالنا اليوم بعنوان مخطوطة للكاتب محمد أمين، وأكيد كاع الناس اللي مشتركة معايا وكتابة القصص ديالي فأكيد أكيد أنكم وليتوا تعرفوا محمد أمين الكاتب المبدع ديالنا، فكل من الصفحة ديالو والمدونة ديالو غادي تلقاوها في الوصف، وأيضا القناة ديالي الاحتياطية أيضا غادي تلقاوها في الوصف، وأيضا الانستغرام والصفحة ديالنا على الفيسبوك وكل التواصل الاجتماعي باش تقدروا تتواصلوا معايا فيهم. فللتذكير فقط، هذه الرواية ماشي حقيقية، هي من خيال وتأليف محمد أمين، وأي واحد عنده قصة وبغى يشاركها معنا فما عليكم التواصل معي إما في الصفحة أو الانستغرام. ودابا خليونا ندخلوا في هذه الرواية الممتعة. انترو. فخليونا نبدأ القصة. قوانين الاستماع كما العادة، البس السماعات واجلس في مكان هادئ وبعيدا عن الضوضاء، اطفئ الانوار طبعا، وكنت منا لكم اقصى درجات الرعب، ويلا نبدا. قصص رعب وارتعاب، هلع وفزع مع القرشي حمادة، في كل قصة إفادة، إن لم تستوعبها فعليك بالإعادة. الفصل الأول. ليلة 13-12-2010، باقي عاقل على التاريخ ديالها بالضبط. كنت شاعل البيسي ديالي وكندور في شوارع الفيسبوك، كنت في قمة الملل وقلت مع راسي بما أن عندي شي أصدقاء غير أصنام خصني نغرب لهم. بديت كنصيفط في السلام، واللي ما كيجاوبنيش ديغاكتومو بلوك، خصوصا لوك البنات اللي كيتصوروا غير من الصندل لتحت، زعما شوفوا المؤخره ديالي شحال كبيره، وبلا ما نساو هذوك اللي كيتصوروا في الطواليت. كانت لي ما كتجاوبنيش كنقول ليها اختي سيقي معك راه الريحه خناست، وكان بلوكي. وبعض المرات الله يسمح لنا كنوصل حتى للسب شويه، وانا غارق في البروفيلات والبلوك كيوصلني ميساج، شفت السمية لقيتو داير الشيخ المنصور بن عثمان، طليت على الميساج وانا يتصدمت، وكان المكتوب الذي تفعله يا ولدي لا يجوز. قلت يمكن الفيسبوك ديالي داوه ليا، دغيا مشيت وبدلت المود باس ديالو، وفي البلاص عاود تحليت وقلت ليه باش عرفتيها، وكان هو كيدوي غير بالفصحى، وقال لي لا يعلم الغيب إلا الله، أنا كنت فقط مار قرب من بيتكم، أنا لا أقصد سبك للفاجرات بل أقصد النافذة المفتوحة قرب الفيسبوك. تحشوا لي ركبي في هذيك اللحظة،
حيت النافذة اللي كنت حال كان واحد المقطع فيه فيديو إباحي. استغفر الله، سديتها في البلاص وقلت له كيفاش اخترقتي الحاسوب ديالي. قال: قلت لك مسبقا أنا فقط مررت قرب بيتك إن كنت تريد، وأنا طبعا أحب لك خيرا، سأرسل لك أحد ليوجهك لأني أراك في عز شبابك، لكن تفكيرك ضائع. وسولت شكنت، لكن طلعت لي إشك، يعني ولد الحرام بلوكاني. طيح فيا الشك في هاد الليل، بقيت غير كنفكر شنو غادي ندير. دوشت وفرماطيت البيسي هذيك الليلة وعمرته بالقرآن، والغد اللي فقت مع الفجر صليت في الجامع لأول مرة في حياتي، حيت هاد خينا شككني أنني غادي نموت. دست على الفران وشريت المحراش، رجعت للدار ولقيت الوالدة فايقة ومبتسمة ليا بحالة فرحانة بيا وعمرات لي آتاي. مشيت وصليت جوج ركعات وقصيت شوية، بست على الراس ديال الوالدة وقلت لها المسامحة، ومن الوجه ديالها عرفتها أنها جاتها غريبة. قاديت الحالة ديالي وخرجت مع الستة ديال الصباح باش نمشي لافاك، ومع هذيك الوقيتة كان البرد وكان الحال مظلم. وقفت في البلاكة ديال الطوبيس، كانت الدنيا خاوية حيت جيت شوية خارج المدينة ديال كازا. بقيت شي ربع ساعة حتى مليت وريحت في العتبة ديال التريطوار وكنت مكمش من البرد. شوية كنحس باليد على كتفي، دورت راسي وكنلقى بنت محجبة من النظرة ديالي الأولى ليها في الوجه، لقيتها زوينة. والسؤال الوحيد اللي طاح ليا في بالي: منين خرجت هادي وسط هاد الخلا؟ كما قلت، من النظرة ديالي الأولى بانت ليا زوينة في وجهها ومزنكة، وكانت الابتسامة والحفار الزين باينين في خدودها، كانت تقريبا قدي في الطول. والمشكل هو أنه نادرا ما كيوقف معايا شي بنادم في هاد البلاكة، والمشكل أكبر هي أنها بقات حاطة يديها على كتفي وما نطقات بحتى شي كلمة. بقيت غير متعجب فيها وكنت كنستناها تدوي ولا تسولني على شي حاجة، لكن هي بقات غير مبتسمة. وهنا بدا هادشي تيخلعني، وقفت على رجليا وتقابلت معها وهي بقات حاطة يديها على كتفي. قلت لها: واش مسطية؟ لكن ما هدراتش، غير زادت طولات الابتسامة ديالها. هما اللي ركزت على عينيها لقيت عين على اليمين والاخرى على اليسر كانت حولها، وانا عرفت ان البنت ماشي طبيعية. جريت يدي وحيدتها من كتفي، ولكن هي عاودت رداتها. جربت نبعد منها وقطعت الشارع للطرف الآخر، ولكن والو، السيدة فعلا كانت لصقة. لكن اللي أثار الفضول ديالي أنها من اللي كانت تابعاني كنت كنسمع صوت الخطوات بحال حافر شي حمار أعزكم الله، خصوصا أنني شكيت أن هاد النوع من البنات واللي ساتر راسه محال واش كيلبس الطالون. ومعها هي كانت لابسه جلابة طويلة ومفضفضة، ما قدرتش نشوف رجليها، بقات لاصقاني وانا غير غادي جاي كنقطع في الشوارع. وبديت كنسب في هاد الطوبيس اللي ما لقى ليا النهار اللي تعطل فيه غير هاد النهار. جعرتني هاد البنت، مشيت وهزيت طريطوارة وقلت ليها: بالرب الجليل، اما تبعدي مني إتا نحطها في راسك. لكن هي كاع ما تسوقات ليا وعودات حطات يديها في كتفي وكانت مقابلة معايا. دفلت لها في الوجه ديالها، لكن ما مسحتش الدفلة بل خلاتها هابطة في الوجه ديالها في هاد المنظر. وفي هاد اللحظة شداتني الرعبة، خصوصا هاديك الابتسامة ما بقاتش ابتسامة، ولات كتضحك حتى بانت ليها الدرس ديال العقل. دفعت يديها على كتفي وضربتها بجري البلاكة اللي قدامي، واخا كانت بعيدة شوية اللهم البعد ولا هاد خيتنا. طليت من ورايا وما لقيتهاش تابعاني، والبلاكة الجاية ما بقاتش بعيدة بزاف. ومن بعد طول انتظار
هوجد طوبيس، لكن باقي ما وصل البلاكة. وقفت وأنا كنهز في يديها باش يوقف، لكن ولده ما بغاش يوقف وبديت كنجري عاوتاني للبلاكة، لكن ما وصلت حتى فهاد الفوت ناري على صباح كي داير. طليت في الساعة ولقيتها 6:30، قلت غادي نزيد نستنى، وقلت مع راسي كون ما كانش عندي هاد الامتحان هاد الصباح كون رجعت لدارنا. وقفت في البلاكة، وكل مرة كنت تكره حيت كنت خايف لا تخرج لي البنت تاني، لكن زادت الأمور تعقدات ملي ركزت على طوموبيل اللي كانت في الطرف الآخر من الشارع. شفت بحال شي راجل كان مخبي وكيشوف فيا بنص العين، وهنايا عاد فكرت الميساج ديال البارح من عند المنصور بن عثمان. لكن علاش أنا بالضبط؟ وشنو هو الذنب اللي درت باش نستحق أنه يرسل لي المرشد؟ وشكون هو أصلا؟ بقيت غير كنفكر وما قدرتش نحرك عضلة واحدة باش نهرب. خرج هذاك الراجل وهنايا كيبان ليا في المقتبل العمر، كان قدي تقريبا في الطول، ويدو اليمنية مقطعة حد الكوع، وكان لابس غير نص كوم وسروالو ديال التوب. كان خارج من وراء الطوموبيل وكيقاد في السروال ديالو. قال لي اسمح لي، كنت كنقضي حاجتي. طل في ساعته وقف من وراي وكيستنى في الطوبيس. طمأن القلب ديالي في هذيك اللحظة، وقلت مع راسي اش من منصور ولا منصورة، الله ينقل ليه التواصل في التواصل، خلعني هاد الصباح. قاطع الشاب التفكير ديالي، وفاش حط هذيك اليد المقطعة على كتفي وهنا طلقتها في سروالي بدون منشعر. حط هذيك اليد المقطعة على كتافي، انا في البلاصة تجمدت حيث وصلت لواحد درجة من الخوف اللي ما خلتنيش حتى ندور ونشوف ليه في الوجه ديالو. عرفت انه ماشي شفار، حيث كون كان شفار كون بدك يقلب ليا في جيوبي. حتى الهضرة ما هضرش معايا، ودار نفس الحركة اللي دارت لي البنت، غير هو الفرق اللي كان بيناتهم انه كان كيضحك بصوت مسموع، والوريد ديال يدو كان الكوح ديالها كيتحرك بطريقة مخيفة. تشجعت وقلت مع راسي اني لا ذكرت الاسم اللي ممكن ارسله كمرشد يقدر تما كيهضر معايا. وهنايا جمعت النفس وقلت منصور بن عثمان. وهنايا حبس هذاك الشاب من الضحك وحيد يديه. درت باش نشوف مهلو، لقيت السيد غبر. بقيت كنقلب عليه وكنشوف اليمين واليسر، ولكن والو، وكأن الأرض شقات وسرطات. وفي نفس الوقت سمعت الخطوات غاديين وكيقربوا. شفت في المصدر ديال الصوت، لقيت نفس البنت جاية بخطوات تقال الجهة ديالي. ينعل بها الطوبيس، واتخذت القرار أنني غادي نكسير الجهة ديال لافاك غير على رجليا. وداكشي اللي كان، وصلت لافاك وكل عرقان ومعطل بساعة. دخلت القسم ولقيتهم مازالين كيدوزوا في الامتحان. أخيرا وافق الأستاذ أنه يعطيني الورقة ديال الامتحان. طلعت للمدرج الأخير، ريحت وحطيت الشكارة ديالي وجبت السيلوات، غير طليت على الأسئلة. ما بوقلت والو، سي نورمال، الليل كامل وأنا مقابل غير البوزات. أش كتستنى دابا يطيح ليا الوحي مثلا؟ حطيت ستيلو وخممت في كاع داكشي اللي طرا ليا من المنصور الى هاد الجوج اللي خرجوا لي فهاد الصباح. جبت التليفون ديالي باش نعاود نطل على الكونفرساسيون، لكن المشكل هو انهم اللي كيبلوكيك شي شخص ما كيطلعش ليك الميساج. خشيت التليفون ديالي وكتبت سميتي في الورقه ومديتها للاستاذ. ندمت كاع علاش جيت بعد كاع هاد المواقف اللي مريت منهم. دازت الايام على هاد المنوال، وليت فين ما كيحطني الطوبيس في البلاكة اللي حدا الدار كنضربها بجرية بدون ما نتلفت. وفي طريقي لافاك كنسلك الطريق الطويلة وكنشد الطاكسي من الفوق غير باش ما نوقفش في هذيك البلاكة الملعونة. حتى هذاك منصور قلبت عليه في كونت آخر لكن ما لقيتوش. وليت غير الصلاة والدين. وفي نفس الوقت تعرفت في الفيسبوك على أحمد كيسكن في الرباط. لقيتو ادمين في جروب كيدويو على هادشي ديال الجنون وما ورائيات. في الاول حكيت لي على داكشي اللي طرا ليا،
بدا كيضحك وقال لي غير كي تخيل لك. واللي زاد خلاه يسخر مني هو فاش قال دابا انت دويتي مع الجن اللي كيتكون هكذا، وطلق واحد الضحكه فيها 40 سطر. وفعلا حتى انا فكرت في الموضوع وقلت فعلا يمكن هادوك غير جنون مسطين، وحيدت هاد الفكره من راسي نهائيا. وانا من غدا غادي نولي نرجع نوقف في هذيك البلاكه حيت كنزيد غير المصاريف الترونسبور. الغدت ليه وقفت في هذيك البلاكه، دورت عينيا لكن ما لقيت حتى شي واحد، وهاد المره ما تعطلش الطوبيس. شفت في الوجه ديال الشيفور وكانت الملامح ديالو مرعوبه، وحتى الطوبيس كان مكسير بسرعه كبيره. وها هو تاني ما وقفش، حرك الطوبيس البلاكو ما دازتش بزاف نتاع الوقت، وهي تبان لي البنت اللي تلاقيتها شحال هادي. كانت جايه وحانيه راسها وبحال اللي معبسه، وغير هزات راسها شافتني وهي تبتسم. انا فكرت في الاولى نهرب، لكن هي دارت حركه بيديها فهمتها بحال قالت لي استنى. انا قطعت للشارع وحركت بيديها بلا، دارت يديها في فمها وبقات كتحركها بحال كتقول لي عافاك استناني. قلت لها وانا كنغوت شكونتي. هزات يديها بجوج الجهه ديال ودنيها وفهمت منها انها ما كتسمعش. وقفت في هذيك اللحظه وخليتها توصل عليا الى ان قربات ليا. بدينا كنهضروا انا وياها غير بالاشارات. حاولت نفكرها بهذاك النهار اللي تلاقينا فيه وعلاقتها بالشاب، لكن ما فهمتش الاشاره ديالي. سولتها فين ساكنه وشحال في العمر ديالها، وفهمت من الاشارات ديالها انها ما عندهاش السكن، لكن عمرها دارت 10 بصباحها وبقات كتحركهم 7 المرات، يعني 70 عام. ضحكت ودرت يديها في راسي زعما انتيا مصطيه. بقات حتى هي كتضحك وشويه تقلبوا الملامح ديالها، حطات اليد ديالها اليسريه في كتفي وزيرات عليها، واليد الاخرى خشاتهم في القب. جبدات واحد الورقه ملويه باينه من الطويه ديالها قديمه ومربوطه بحزام الوسط ديالها. شديت الورقه وحاولت انني نحلها، لكن هي حركات راسها بلا، وفهمت انها ما بغاتنيش نحلها دابا، وطلقات من كتفي ومشات لجهه ديال دارنا وقفات قدامها. هنايا قلت لها فين غادا، قالت لي بيديها بجوش وحطاتهم في حنكها زعما غادي تنعس. قلت لها في دارنا لا، فهمت من الجواب ديالها بحال قالت لي ما تخافش ما غاديش يشوفوني. وفي نفس اللحظه لمحت هذاك الشاب اللي ما عرفت من خرجت، هو كان قاصد دارنا. وهنايا عرفت باللي هاد الجوش ماشي من الانس. والرعب اللي تملكني هذاك الصباح خلاني نطيح للأرض، بقيت غير كنشوف فيهم هما طالعين. شوية طاح في بالي نقرا عليهم القرآن، نط كنجري للطروش وكان صوت الخطوات ديالهم مسموع باش نتأكد باللي هذاك الصوت فعلا ديال الحافر، حيتاش كنت كنسمع صوت 4 الرجلين بنفس الدقة، كانوا تقريبا في البروميان. وانا كنت غادي الباب تحتاني، وبقات ليهم غير طبقتين باش يوصلوا لدارنا. حطيت يدي على فمي وغوت بكل جهدي. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حتى كملتها وقلبت صورة الناس والفلق، لكن الصوت ديال الخطوات ديالهم قامت تحبس. شوية تحل باب البروميان وخرج جارنا الحسن المعشور، شاف فيا وكان كيحك في عينيه بين عليه الله فاق من الناس. قال لي اخويا واش شدوك المسلمين؟ الا بغيتي تأذن سر الخلا وأذن، تفو الله ينعلبوها جورة معاكم. ودخل وسد الباب بالجهد. انا تحرجت في هذيك اللحظه، خصوصا انني ما لقيت حتى جواب باش نجاوبو. طلعت للدار ولقيت الوالده واقفه عند الباب ومخنزره فيا، وقلت لها مالكي انت اللي مالك وليدي، واش حماقيتي؟ علاش كنتي كتغوت في الدروش؟
فكرت في الأول نعود لها كل شيء، حيت هذاك الضغط والإحراج اللي حسيت به كان غادي يخليني ننطق واخا متأكد مليون في المية أنها ما غاديش تيقني. وهنا بقيت متردد. يا وليدي قولي لي يا الوليدة، دخل شي واحد للدار قبل ما نجي؟ شافت فيا بنظرة مستغربة وقالت آه وليدي، دخل واحد مقطع عليه اليد وأنا هي. هنا سكتات وعوجات راسها وابتسمات. تلاحيت على رقبتها وزيرت عليها، قلت لها خرجي خرجي من أمي، لكن هي بدات كتضحك وكتلعب بيديها، ما كانتش أصلا كتقومني. فاق الوليد وشافني شانق على الوليدة، حاول يفك ولكن ما قدرش. وأنا يا في هذيك اللحظة عينيا كانوا مسدودين، كنت كنسمعها كتخرخر وكنت قريب نقتلها. مشى الوليد الكوزينة وهز الكوكوط ونزل عليا خبطة بها للراس، ومن تماك ما بقيت عاقل لا والو. فقت في العشية ولقيت راسي مجبد في الناموس ديال بيتي، وراسي كان كيعطيني الصداع، ما قدرش نستحمله، وكانت فيه واحد البقالة كبيرة. بغيت نوض لكن ما قدرتش، كنشوف في يدي ورجليا كنلقاهم مربوطين. شوية كنسمع من ورا بيتي مرحبا تفضل، بسم الله، وتحل الباب ودخل الوليد وتبع واحد الراجل لابس فوقية بيضة كيبان من الوجه ديالو كبير في السن، وفي جبهته درهم الصلاة. عرفت أنه راقي، لكن أش عنده ما يرقي. وشاف فيا الوليد وقال لي كيف بقيتي، قلت له شوية ولكن لاش رابطني، وهو ينقص داك الفقيه وقال لي غير صبر معنا ما يكون غير الخير. حطي يدي على راسي وبقى كيقرأ القرآن لساعات إلى أن شحف، لكن أنا ما حسيت بوالو. قرب فمه لودني وبقى كيصوت فيها وكيقول جاوبني يا الكافر بالله، جاوب جاوب، ما بغيتيش تجاوب واخا. شاف الوليد وقال لي سير جيب لي القرعة ديال الماء 5 لتر وبانيو كبير يكون عامر حتى هو بالماء، الا ما بغاش يدوي غادي نحرقه. مشى الوليد يجيبها ودار الفقيه لعندي وقال قل لي يا وليدي شنو، واش حسيتي بشي حاجة من اللي كنت كنقرأ عليك القرآن؟ لا عادي. وباش حسيتي فاش كنتي كتغوت في الدروج من اللي قشيتي امك؟ ناري فكرني في الوالدة، سولت أشطر عليها وقال لي ما تخافش هي على خير. خممت أنه الوحيد اللي غادي نعود ليه، وهو الوحيد اللي غادي يقدر يتيقني، وما بغيت نجاوبه. دخل الوليد بالقرعة والبانيو وهز الفقيه القرعة وبدا كيقرأ عليها تقريبا شي نص ساعة، وخوا هداك الماء في البانيو وقال الوليد فك رباطي وحكمني مزيان. دار الوليد داكشي اللي قال ليه، ودور الوليد يدو بجوج على دراعي، قابل الفقيه البانيو معايا وبقى كيقول آيات من سورة الجن. وشاف الوليد وقال ليه ولدك ما فيه والو غير طلقو، طلقني. وملي طلقني مشيت كنجري عند الوليدة نشوفها كيف بقات، لقيتها في البيت ناسة وطحت على ركابها، وانا يا كنطلب منها السماح. تبعني الوليد صحابني غادي نعاود نقشها، لكن ملي شافني في هذيك الحالة رجع عند الفقيه وقال لي الفقيه وقال لي خاصكم لمدة 3 أيام سورة البقرة، وغدا ندوس عندو الجامع باش يعاود يرقيني. مشى الفقيه بعد ما همس في الودن ديال الوليد، وداز هذاك النهار عادي نسبيا، وحاولت ننسى فيه كاع داكشي اللي وقع ليا، لكن غير تعشينا قال لي الوليد صافي ساليتي، وجرني لبيتي وسد عليا. بديت كنسمعهم كيتغاوتوا هو والوليده،
قال ليها انه كينفذ غير الكلام ديال الفقيه. هزيت البيسي وشعلته، تكونكتات وكنت كنقلب على احمد باش نهضر معاه، لكن ما كانش حال. ما عرفتش علاش جاني احساس ان هاد الليله ما غاديش تدوز على خير. الناس ما بغاش يجيني وراسي مازال كيضرني، ومن شده الخوف اللي كان فيا تغطيت بجوج المانطات حتى الراس، وكنت كنتعرق بزاف، وغير باش نخرج راسي باش نتنفس ما كنتش كنقدر نديرها. وغفيت غير غفوه صغيره، ومع فقت كنسمع صوت خافت كيقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أنا كنت عارف أن دوك جوج رجعوا، درت ثقبة صغيرة في المنطة باش نطل، كيبان لي نفس هذاك الشاب مريح في القنت نتاع البيت ومربع رجليه وعاطيني بالدار وكيقول كل من عليها فان، وكيهز اليد المقطعات كيكمل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكيبقى يعاود فيها. الناموسية ديالي كنت كنحس بها بالعوشة، وشوية عرفت أن هذيك البنت هي اللي مريحة فيها. يتبع سلام الله عليكم من جديد، معكم حمادة القرشي. كانت هذه نهاية الفصل الأول من رواية مخطوطة من تأليف محمد أمين. الغموض بدا، وكيف العادة غادي نرجع للتساؤلات ديالنا لهذه الحلقة. القصة بين مشوقة من البداية ديالها، فالتساؤلات كثيرة ولازم ولابد القول الإجابة. وكيفاش؟ هي اللي غادي تكون في الحلقات القادمة. وأكيد قبل كل شيء غادي نعرفوا منكم انتم الإجابات والتوقعات ديالكم، والصحيحة 100% ولا غير 50%. الشاب البطل ديال القصة ديالنا كان مريح عادي ما به ماليه، حتى يجي ميساج من كونت غريب وكيقول المرسل أنه شيخ وبغى ينصحه. لحد الآن كل شيء تمام ومزيان، لكن كيفاش عرف أنه فاتح نافذة مخلة بالآداب؟ وكثر من هاد الشي كامل، شكون هذيك البنت اللي كتخرج ليه ديما؟ وايضا هذاك الشاب اللي مقطع عليه اليد، وشنو هو العامل المشترك اللي بيناتهم؟ وعلاش كيحطوا اليد بنفس الطريقه على الكتف نتاع البطل ديال القصه ديالنا؟ واش فعلا هما من الجن، او هما رساله مبعوثه ليه، او انهم تلبس؟ الا كان متلبس وفيه شي حاجه من الاعراض ديال هاد الشي، علاش الفقيه من كان كيقرا عليه ما بانت عليه حتى شي اعراض؟ كل هاد التساؤلات ديال هاد الفصل الاول كنتمنى من كل قلبي انكم تخليونا التعاليق ديالكم وتجاوبوا على هاد الاسئله اللي طرحتها عليكم، وانا غادي نتابع كل الاسئله ديالكم. وفي نهايه هاد الروايه ان شاء الله وغادي نشوف شكون اللي كان قريب للفرضيه ديال هاد الحكايه. فالى ذلك الحين نتلاقاو في الفصل الثاني، فكونوا في الموعد. وكيف العاده أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. كان معكم حمادة القرشي من قناة الراوي ستوريس، وما تنسوش تدخلوا القناة ديالي الثانية اللي غادي تلقاوها في الوصف، وصفحة محمد أمين والمدونة ديالو أيضا، وكل التواصل الاجتماعي بما فيهم الصفحة ديالنا والانستغرام كلهم غادي تلقاهم في الوصف. وكنتمنى لكم ليلة مرعبة.